مصطفى انت لازم تحطه في الموازنه احتياطي مناسب. حاضر. احتياطي مناسب يا دكتوره. حاضر. لصالح المشروع ده. يعني عشان مش كده ولا ايه؟ طبعا يا فندم، طبعا يا فندم. تكلفه المشروع ده يا فندم 500,000، بنتكلم على الاقل في مع الخدمات 250 مليار جنيه. انا بس عايز اخلي الحياه مناسبه. مناسبه بالظبط يا فندم. شوارع نمشي فيها ما امكن. نوعيه الحياه. انت لو مشيت جنب السور ده هتجد نفسك على ارتفاع حوالي 8-9 متر من الناس تحت، اللي هو الشارع اللي تحت. شارع. مش ممكن. ثم الشارع عرضه ايه، مترين ثلاثة. ثلاثة. يعني هو الشارع اللي احنا اللي وقفنا قدام منه كان اكتر حاجة 4 متر او 5 متر اكتر حاجة، والباقي كده. فانا عشان اشيل اعمل افتح محور واثنين او ثلاثة، احنا عايزين نفرق ما بين ان احنا نوفر طلب وان احنا نحل مسألة. احنا بنحل مسألة.